الملف الان كان مدرج في الجلسه ديال اليوم وتم تاخير ديالو من طرف المحكمه المقاره لاستدعاء المصرحين ديال المحضر، يعني الاباء ديال الضحايا القاصرات. متاجل الجلسه ديال 28/1 في هذا الشهر. في حقيقه هذا الملف هذا كيسالنا حنا كحقوقيين وكيسالنا كفاعلين ديال المجتمع المدني وكيسالنا اصلا كمجتمع، لانه كيوضح الحجم اللي وصل ليه التهتك ديال الاخلاق ديالنا ديال المجتمع ديالنا، حتى في الاواصر ديال البنوه وديال الابوه. الان حنا يعني في ملف اللي تعرضوا فيه قاصرات في عمر الزهور الاغتصاب، الهتك العرض، الجرائم فظيعه جدا، ومع ذلك الاباء والامهات ما حضروش معنا في الملف ديال اليوم. حضرت وحده، يعني وحده ام ديال الضحيتين ديال جوج ديال البنات هما اللي حضروا معنا، في حين كان غياب تام ديال باقي الاباء. ما عرفناش السبب لحد الساعه، ولكن هذه الجلسه الثانيه اللي كيكون فيها التغيب، وهذا اللي كيزعجنا حنايا. يعني مع العلم ان باستقرائنا المحاضر الضابطه القضائيه تتضح على ان الجرائم الممارسه كانت افظع واخطر. يعني النيابه العامه مشكوره تابعت المتهم بهتك عرض قاصرات وباستدراج قاصرات عن طريق التدليس طبقا لمقتضيات الفصول 471 472 484 485 القانون الجنائي، لكن تتضح من خلال استقراء محاضر الضابطه القضائيه ومن خلال ما استقيناه من الاراء ديال الاباء وداك الشيء، انه كاين جرائم اكثر فظاعه. كاينين الناس اللي كانوا كيستدرجوا هاد الفتيات هادو لهذا البيدوفيل، وهما قاصرات ايضا، عندنا المعلومات عليهم، فين الاسماء ديالهم وفين تيقراو في كل شيء. حنا نطلبوا من النيابه العامه انها تساعدنا في الوصول للحقيقه، واش كانت فعلا هاد الناس هادو كيتم الاستدراج ديالهم، واش كانت هاد الافعال الاجراميه كتتم بمساعده ديال الاشخاص اخرين. كل شيء هاد الشيء غنحاولوا بمساعده النيابه العامه اننا نوصلوا ليه كحقيقه، باش اننا نوصلوا ان هاد الشخص هذا ينال العقاب الامثل ليه. هاد القضيه ديال التنازل يعني مازال بالنسبه لنا حنا يعني ما حقيقه غير مؤكده، ما كاين حتى شي حاجه في الملف اللي كتبت. كاين بناء على الاتهامات اللي توجدت ليه، يعني العقوبه ما غاديش تكون قاسيه على حسب المنتظر، لانه اصلا الفصول المتابعه بها الحد الاقصى في العقوبه فيها هي 10 سنوات، ولكن حنا متاكدين باننا الا تم اضافه عقوبات اخرى بحال الاستدراج وبحال الاتجار في البشر، وبحال لانه الناس اللي كانوا كيجلبوا هاد القاصرات هادو كانوا كياخذوا مقابل على حسب ما سمعنا من 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 بزاف ديال الضحايا. حنا غادي نمشيو في هاد الاتجاه هذا وان شاء الله غادي ينال الجزاء ديالو. بطبيعه الحال كاينه، بطبيعه الحال كاينه، ولكن غادي تبان اكثر من خلال مناقشه الملف، من خلال الاستماع. لحد الساعه راه ما قيمة المحكمه ما استمعت حتى شي طرف بما فيهم هو المتهم، ولكن غادي تكون من خلال المناقشه ديال الملف، من خلال الاسئله المطروحه سواء من دفاع الطرف المدني ولا من النيابه العامه ولا حتى من المحكمه المقارة، غادي تبان بانه كاينه ظروف تشديد. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.